مع مكتب المتحدث الرسمي تم توجيهه لمستشفى الشيخ زايد التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وحولته الدكتورة دينا عبد الجواد مشكورة لمعهد ناصر للانضمام للمبادرة الرئاسية لعلاج الضمور الشوكي. وطبعا العلاج ده مكلف جدا لولا تدخل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا يكرمه ما كانش اللي زي الأطفال دول قدروا يتعالجوا. دلوقتي تعالوا نسمع مع بعض حكاية أسرة أب وأم من ذوي الهمم وطفلين هم كل رأس مالهم وأملهم في الحياة، فجأة لقوا نفسهم في مهب الريح مش قادرين على غلاء المعيشة وملهمش مصدر رزق ثابت. رب الأسرة المكافح رامي شعبان، أهلا وسهلا بك يا أستاذ رامي. والأم البطلة هناء عايد، أهلا بيك نورتي. أهلا وسهلا، أنا أسعد إن أنا عرفت حضرتك. الأول يا أستاذ رامي عايز أسألك بقى، قصة الحب نشأت ما بينك وما بين هناء إمتى وإزاي؟ حضرتك عن طريق الصالونات، يعني تعرفت عليها عن طريق الصالونات، يعني والدتي يعني عرفت بيها، فالحمد لله حصل توفيق من عند ربنا. بقالكم كام سنة مدام هناء متجوزة؟ 11 سنة. ما شاء الله، ربنا يديم عليكم الحب والسعادة دي كلها. الحمد لله. طيب هل انت على طول استجبتي لرغبة الأستاذ رامي في انه يتعرف عليكي ويشوفك هو انا في الاول انا كنت عاملة عملية كان عاملها لي الدكتور جلال زكي، انا من الصعيد. فطبعا الدكتور كان مسافر برا فجيت هنا القاهرة، فكنت في الجامع بصلي، فربنا رزقني بقى اللي هي في الجامع هي اللي عرفتني على والدته. ايوه. فجتنا بقى لما قعدنا مع بعضينا فوالدته جت الاول، فانا كنت خايفه من الجواز نفسه. أيوة. وكنت رافضه المشوار ده يعني. فكان عندي ابويا واخواتي، فكان كل بيجي لي حد يعني من ذوي الاحتياجات الخاصه برضو كنت برفض. فجاء اخويا المره دي قال لي موافقه موافقين، مش موافقه موافقين. فكنت عندي بنت خالتي هنا، فجاء هو استاذ رامي وامه ووالدته الله يرحمه، الفضل ربنا في كل حاجه بعد ابويا واهلي. لما جيت القاهره والده كان والد تاني يعني مهما وصف مش هقدر اديله حقه، والف رحمه ونور تنزل عليه يا رب. فهو اللي ساعدني في حاجات كتير. فلما جم بقى حصل النصيب وقعدت مع رامي وربنا راد من اول قعده يعني. ربنا يجيب عليكم السعادة والحب ده. الحمد لله. طب انتوا في صعوبات بتواجهكم يا رامي؟ طبعا طبعا. زي ايه؟ يعني احنا يعني داخلي معاش والدي الله يرحمه كويس، فانا حبيت اعمل مشروع اللي هو عربية سيارة ابومب فيه كويس، لقيت صعوبات كتير جدا في الموافقات والتصاريح بالظبط كده، غير التكاليف بتاع كل شهر المفروض ادفعها. ايوه كويس، حاجه كهرباء لازم اعداد كهرباء، كارت لازم اعداد ميه، لكن ما قدمولكش اي تسهيل. ما فيش خالص. فطبعا يعني انا كنت يعني حسيت ان انا ايه مش هقدر اكمل. في صعوبات بعد ما عملت المشروع وعملت إيه؟ لا العربية. ما عملتش. لا عملنا العربيه واستلفت الفلوس، والفلوس كانت جايه عليا يعني كانت فيه مشكله كبيره، لان اللي كان مدهاني كان بايع لي بيها ذهب والذهب جه غلي. فطبعا انا جيت اسدد الفلوس بقت صعبه جدا، بس هو كان حد من تبعي فربنا